وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في هذا اليوم إلى المملكة المتحدة الصديقة ليبدأ زيارة لها تلبية لدعوة تلقاها من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. يلتقي جلالة الملك المعظم خلالها مع جلالة الملك تشارلز الثالث. ولدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أدى صفان من حرس الشرف التحية لجلالته. وتأتي زيارة حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في إطار تعزيز علاقات الصداقة الراسخة ودعم مجالات التعاون الوطيد القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وانطلاقا من حرص قيادتي البلدين على كل ما من شأنه تطوير وتنمية هذه العلاقات العريقة نحو آفاق أرحب لصالح شعبيهما الصديقين. وكان في مقدمة مستقبل صاحب الجلالة لدى وصوله السيد روني سبيرز ممثل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، ولويس هينتون قائد قاعدة برايز نورتن الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ومعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وأعضاء السفارة. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.